سيدي محمد ابريس، السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم من مدينه المحمديه شارع محمد السادس. اذا انتم كما كتشوفوا هذه الحاله الكارثيه من جديد في هذه المدينه كما كتشوفوا بالصوره. الله يحفظك. اذا من جديد كنتسائلوا فين هي الشرطه الاداريه التابعه لجماعه المحمديه. هانتوما كما كتشوفوا هادشي على مراه ومسمع من الساكنه والسلطات، مداره كبيره، مداره جميله. هانتوما كما كتشوفوا هاد المشاهد هادي للاسف، ثلاثه ديال الحمير، خيول. هادي راه ولات غابه، هادي ولات غابه، هادي او حديقه الحيوانات، بقى خاصها غير سبع والنمر. دابا ما عرفناش واش الجهات المعنيه واش غادي نكون جي ولا ما عرفتش. انايا صراحه والله ما عرفت. هانتوما عيب هذا المدخل. دابا هاد الشارع هذا راه شارع هام واستراتيجي، هذا اللي كيجيو منه الناس من طريق السيارة على مستوى القنطره ديال المصباحيات. اجي. اذا هانتوما كيما كتشوفوا بالصوره هاد كيتساراو بكل حريه، ياكلوا ما بغاو. ما عرفناش دابا السؤال المطروح، دابا هاد الخيول وهاد الحمير واش عندهم صاحب؟ واش كاين مولاهم؟ اذا الجهات المعنيه واش ما كيقدروش يوصلوا لموالين هاد الخيول هادو؟ هذا هو السؤال. فوالا انتما كما كتشوفوا بالصوره. انت خيول ديال المعقول، ماشي زعما خيول. اذا هذه مدينه المحمديه اللي كيقولوا لها مدينه الزهور. هذا المشكل هذا راه ما كاينش غير في هذه المداره هذه بطبيعه الحال، جميع المدارات بمدينه محمد. الا لقينا في هذه المداره هذه الخيول والحمير، راه مشينا للمداره اخرى غادي نلقاو الكلاب، مشينا للمداره اخرى غادي نلقاو الدجاج، وهكذا. ها انتم تشوفوها هو مسبب العرقله ديال السير بالنسبه للسائقين. إذن هذه مدينة المحمدية، شكراً.